تحول بالسؤال وهذه المداخلة الهاتفية الأخرى مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات. بعد التحية دكتور أحمد وأنت معنا، كنا نتحدث منذ قليل عن التحولات والتغيرات في الجيوسياسية والتحولات السياسية والاقتصادية أيضا في مجموعة بريكس. تأثير هذه التصريحات وهذه التحولات الجيوسياسية في الفترة الحالية والحرب الدائرة منذ أكثر من 4 أشهر ما بين روسيا وأوكرانيا على أزمة الغذاء العالمية، أوروبا تشتكي من أزمات في الغذاء رغم أن بعض دولها يصدر القمح ويصدر بعض أنواع الغذاء، وأفريقيا بدأت تئن، القارة الأفريقية بدأت تئن من نقصان الإمدادات الغذائية من الجانب الشرقي. تحياتي لك أستاذ محمد. أولا في الواقع أن العالم يشهد مرحلة تحول مهمة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وأن النظام الدولي يشهد حالة من التغير سواء في هيكله نحو حيث يتجه إلى النظام الدولي متعدد القطبية وإنهاء أو يعني يتخلى عن مفهوم القطبية الأحادية الذي ساد منذ 30 عاما وسادتها أمريكا إلى نظام دولي نقول أنه أقرب إلى الثلاثي القطبية، أي أمريكا إلى جانب روسيا والصين. ثم هناك تحولات أيضا في طبيعة وبنية النظام الدولي واستخدام الاقتصاد كسلاح أساسي في الصراع الاستراتيجي بين الدول الكبرى، وبالطبع وفي قلب هذا السلاح سلاح العقوبات ومنها بالطبع سلاح الغذاء أو ما نسمى حرب التجويع. في الواقع أن هذا الصراع السياسي والجيوستراتيجي بين الدول الكبرى أمريكا والمعسكر الغرب من ناحية وبين المعسكر الآخر روسيا والصين من ناحية أخرى، هذا الصراع بدأ يبرز في كثير من القضايا والملفات منها بالطبع ملف الغذاء وأمن الطاقة العالمي، خاصة بعد أن استخدمت الدول الغربية وأمريكا الحرب الاقتصادية ضد روسيا ونتج عنه ارتدادات سلبية على العالم كله، بل بالعكس يعني انقلب ما كما نقول السحر على الساحر، وتأثرت الدول الأوروبية وأمريكا بهذا العقوبات أكثر ربما مما تأثرت به روسيا، لأن نشهد الآن موجة ضخمة من التضخم غير مسبوق حقيقة في أوروبا. بمناسبة الحديث عن التضخم وحديث جيروم باول بصفته رئيس البنك المركزي الأمريكي أو ما ذكره عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومواجهة التضخم بزيادة متكررة لأسعار الفائدة حتى تكون قادرة على مواجهة هذا التضخم الذي يشهده العالم، دور التكتلات مثل التكتل العربي، التكتل الأفريقي، التكتلات الشرق الأوسطية أو المنتديات المختلفة الموجودة حاليا في مواجهة أزمات اقتصادية عالمية مثل الذي نمر بها حاليا. يعني في الواقع أن ما يكون به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما هو إلا ترميم، لكن هناك أزمة عالمية حقيقية. جوهر الأزمة هو نتيجة من السياسات التي اتبعها الدول الغربية فيما يتعلق بتأجيج الصراعات وإشعال بؤر جديدة للانتهابات كما رأينا في أوكرانيا، وهناك محاولات لإشعال بؤر جديدة من التوتر أيضا في تايوان وفي إطار الصراع الاستراتيجي مع الصين، والنتيجة أن العالم كله يدفع هذه ثمن هذه السياسات وهذا الصراع الاستراتيجي، وبالطبع منه طبعا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. لكن أنا في اعتقادي هنا النقطة الأهم أن هناك تحولات مهمة نشهدها من بينها والتحركات العربية الفاعلة، يعني كما رأينا حالة الزخم العربي الكبيرة التي شاهدناها في مصر خلال الأيام وربما الشهور السابقة من قمم ثنائية، قمم ثلاثية أو قمم رباعية في بعض الأمور بين الدول العربية، كما رأينا القمة الثلاثية التي عقدت منذ يومين في شرم الشيخ، ثم أمس لقاء الرئيس مع ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان، كلها تاتي في سياق ان العالم العربي الان اصبح رقم فاعل في المعادلات الدوليه، انه يبلور مواقف عربيه قويه وتكتلات عربيه نحو تقليل الارتدادات السلبيه للازمات العالميه على المنطقه العربيه، خاصه في امن الغذاء وامن الطاقه. ايضا يظهر ان العالم العربي الان اصبح فاعل ومؤثر في اطار الصراع الاستراتيجي بين الشرق وبين الغرب، وخاصه ان الدول العربيه لم تكون جزء من هذا الاستقطاب وانما تبنت الحياد الايجابي، وبالتالي كل هذا النوع من الحراك. لكن انا في اعتقادي ان هناك تاثيرات مهمه لهذه الازمات. دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات، شكرا جزيلا لك.